في إحدى مباريات الدوري الكولومبي سنة 2011 اتسبب اللاعب لويس مورينو في غضب كبير بعد ما ركل بومة برجله. البومة دي كانت واقفة قريب من منطقة الجزاء ومرضيتش تتحرك إطلاقا، ولأن اللاعب كان متضايق من خسارته للماتش فقرر يطلع كل غضبه في البومة اللي كانت واقفة قريب منه. ركلة اللاعب لويس اتسببت في مقتل البومة وإيقاف الماتش، والحادثة دي أثارت غضب منظمات الحيوان في كل أنحاء العالم، وكانت النتيجة أن اللاعب اتوقف عن اللعب الماتشين بعد الحادثة ودفع غرامة 10,000 جنيه استرليني لمنظمة حماية البيئة في كولومبيا، وتم إجباره كمان على العمل في حديقة حيوانات لأسبوع. ده غير أن البومة اتعمل لها تمثال تخليدا لذكراها.